السلام عليكم. سبق لي يعني 3 أيام تكلمت على الجمهورية الثانية، قدمت شنو معناتها الجمهورية الثانية، وفي الحديث قلت وأن احنا نأمن حرية الصحافة، واذكر وأنا ما نذكرش الأسامي في الكلمة هذيك اكسبشنال ما يمكن قليل من ذكرت أسامي، ذكرت زوز أسامي توفيق بن بريك سي زهير مخلوف، قلت احنا ما دامهم ما تشراوش ما تبعوش نعتبروهم معناتها ناس شرفاء ولو حتى افكارهم ضدنا. ما راني احنا عندنا جماعه كونترولي لي بروفيل الكل، مع انه بن بريك ما عندوش بروفيل يخدم بالبروفيل نتاع مرته عز الزراد. البارح قالوا لي البروفيل نتاعها نظن بيراتي، حتى تصاور بن علي وتصاور ليلى قعدنا دايخين، هما الاولاد اللي معايا دايخين ولا نضحك، لاني عندي اخبار تقول وان من الحكايه اللي طلعوها وانهم حكاوا معاه في السجن وكل حكايه فارغه، عملوا له فرش وعملوا له تلفزيون ساتليت وتفاهموا معاه. وغنيه ميحي مع الرياح اللي غنيوا هذيك، ميحي مع الرياح غنيه تونسيه معروفه، والله نسيتو شيرني ضمني من قبس عنده صوت حنين، ماهيش تونسيه بارازار. عاد اليوم زادوا فزعوا نهار حد، انا نخرج من مش انترنت فزعولي بالتليفونات وكل شوف الوحدة نتاع الاي بي بن بريك باش يقابل نيكولا ساركوزي قلت له باهي شنو هي الحكايه هذه، بلي خليني نتفرج انا ولو نهار حد ما نحبش نمس الانترنت مرتاح مره في الجمعه. عاد هذا انا الانترنت نتاعي اورديناتور ظريف الحكايه فارغه. تونيزي لوبوزون بن بريك ايت اريفي ا باري فو رونكونتري ساركوزي، يحب يقابل سي ساركوزي. عاد جورناليست اي اوبوزون تونيزيان توفيق بن بريك ليبيري ماردي دو بريزون سايب نهار ثلاثه est arrivé vendredi à Paris. سبحان سبحانك يا ربي، تخرج من الحبس في تونس نهار ثلاثة نهار جمعة عندك فيزا وتمشي لباريس. ويل ادي اسبيري، وصرح مع انه يتمنى انه يقابل الرئيس ساركوزي بور اون بي دي براف، هذا كلامه اون بي دي براف افيك لو شيف دو ليتا تونيزيان زين العابدين بن علي. عاد انا نقرا بسوري شويه هكا فهمت، هو ما يقول بروحه قالك المره في الفيديو اللي حطيته قالك جي في 9 ليفر، هو حق يقول جي كري 9 ليفر مش مشكل. يعني نفهم بسوري، قلت هذه بي دي براف يلزمني نوريها للتوانسه شنيا، اضربوا على ويكيبيديا وشوفوا شنيا لا بي دي براف. لا بي دي براف هذه يا سيدي كلمه كبيره ياسر بالفرنساوي، سيت اون بروبوزيسيون او ديزاكور دو بي، معناتها اقتراح وانه تجرى فيه اتفاقيه سلام. À des conditions honorables, au mot charafia, en considération de la bravoure des deux des belligérants. Ou t'es bien l'attibar, chéhama, m'ta l'matrasmi, m'ta l'jouli. Eh bien, yes. M'ta si ben brik, habi amel la paix des braves. Yali selim, m'ta l'jouliya, brjouliya, ma ben ali. Et tout n'est pas fait, chad. Quand l'jouliya, bich t'atlachas, ma bien serq l'akbar, ou brik ab la fass, لا تونس وفات نبكيو عليها، هذه أول حاجة. عاد زدت كملت قريت الارتيكل، إيش يقول الارتيكل؟ وهنا الضحكة والله العظيم، والله العظيم هذه وصلنا في ولا تونس سركة، مش حكاية أحكي مش حاجة أخرى. عاد في آخر الارتيكل إيش يقول سي بن بريك سي صبح؟ Je voudrais dialoguer avec Ben Ali pour un cessez-le-feu. حاب يحكي مع بن علي باش يوقف الحرب معاه. عمره 50 سنة a confié son rêve à 50 ans. عمري 50 سنة il a confié son rêve de devenir à son tour président. قال لك يحب يولي رئيس، حلم حياته مش مشكل. اما المشكل الوحيد احنا نقولوا عليه بريك بلا عظمة، تو نحكيو بريك بلا فص ملي ضر في فرنسا. مشى يسب في شيراك وهبط في دنجري وسيجار وردي في ديه. توا والله يلحس الفرنسيس هذيك توسالت، فهم الوضعية فهمتني؟ عاد قال لك الريف نتاعي يحب يولي رئيس. يا باهي معناتها مع بن علي احنا سرك، ومع هذا باش نوليو سبيطار مهبلة. عاد خيارة هذه تونس، عاد رئيسها بن بريك. والله شيء يضحك، والله البلاد هذه تضحك، والله السرك اللي عملوه لنا بن علي وهي حكاية محسوبة راهو هيك الشايب هو مريض اللي مات توا اللي شادين الضمان الماثري والاخر يفركسوا في التكربيس، مريض قلبه مش بالبروستات، قلبه مع الشد، هاني نعطيكم الصحيح.
عاد يحبوا باش يطلعوا الزعيم، ما يلقاوش زعيم خير من امريكا بلا عظم. هاكا باش يغموا بها حكايه الجمهوريه الثانيه، خاطر يعرفوا الدق غادي، الدق في كلام الجمهوريه الثانيه الشعب التونسي. ونعرف نفسي، انا عمري ما تكلمت روحي، نعرف نفسي اكثر انسان مسموع من الشعب التونسي. نحب نشكر على هذا، ونحب نقول للتونسيات والتونسيين، وانه وقت يسمعوني والشيء يكبر نحس الجبال تقف وتزيد تكبر على ظهري، لانها مسؤوليه، والمسؤوليه نقول بها، وانا ابن اصل وفصل، معناتها ما نتباعش وما نتشراش. نسمع ميحي مع الرياح تعجبني، اما عمري ما تبعها. فما من ليكيب نتاع الجمهوريه الثانيه وحده تونسيه الاحلام بعثت لي بيت نتاع شعر، اش قالت لي فيه؟ والله العظيم يلخص كل شيء والله. وانا ديما نقول، يقولوا لي تسميها الثوره، كان ثوره الجمهوريه الثانيه كانت تقع في تونس، ما هو في اوكرانيا عملوا لا ريفولوسيون اورانج، في البرتغال عملوا لا ريفولوسيون دي زوي، وكل انا والله في تونس ما نسم مذبية امنيه حياتي وانا تسمى ثوره النساء. بقولوا على التوانسه نساء، ما اقواش من النساء، والدليل على ذلك واحده فاسده حكمت اليوم في البلاد. ولكن يلزمهم يعرفوا الفاسده هذه فما الانتيدوت نتاعها، فما نساء كما نقولوا احنا عندهم الانوثه، ما احنا نقول عليهم الذكر ولا رجوليه. انا ما نحبش المراه عندها رجوليه، هذاك الراجل يفرق المراه عندها رجوليه، اما عندها الانوثه. علاش تقول لي الانثى الحره هذه؟ ومن ركب ثوره بعد الجواد انكر اضلاعه والغيب، انكر اضلاعه وغاب في غيبوبه. ولو ان مرتسي بن بريك حطت تصاور بن علي وقلبت الفيستا، نساء الجمهوريات الثانيه، نساء الجمهوريه الثانيه الموجودين الشريفات، ورجالها موجودون الشرفاء اللي ما يتباعوش، اللي يشموا ريحه ايديهم يشبعوا، والجوع طبع. واقول للشعب التونسي، فما تو بدات خرجت حتى دعايات، واني موافق على، لن اوافق. الحاجه الوحيده اللي نوافق عليها والصوم الوحيد اللي نشربيه 5 مليارات من الدولارات، 8000 مليار تونسي يرجعوا للخزينه، دفتر خانه يرجع لتونس، بن علي يتحاكم في محكمه لاهي، وعائلته تتحاكم في محاكم تونسيه. اقل من هذا من ليم؟ لا حاجتي بلا صور لا في البرلمان الاوروبيان ولا ما حتى شخصيه في العالم. انا مانيش من نوع انور السادات اللي يحب يعمل لا اون دي باج نتاع الجرايد البرة وشعبه يكره. انا نحب نكون، وهو كتب لنا في ليفر، انا نحب نكتب اون باج دون ليستوار دو لا تونيزي باعانه الشعب التونسي. واحمد الله اليد هذه نظيفه والقلب شبعان كما جمعت الجمهوريه الثانيه الكل، نطمن الشعب التونسي. وان فما لعبه كبيره تو، بن بريك غاديكا ومرجان مشى لامريكا، فما دراماتورجا جار صاير، الشعب التونسي يزمو يقفله، وساقف معه من غير ما سبوا الناس هذوما، هما بيدهم مش فاهمين الوضعيه. بن علي كوميدي كبير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.